إجراءات ميدانية استباقية تقوم بها مصالح ومؤسسات ولاية الجزائر على غرار مختلف ولايات الوطن تحسباً لسقوط أولى أمطار الخريف، إذ يتجند هؤلاء العمال لتنظيف ضفاف الأودية من الأتربة والنفايات بهدف توسيع مجرى المياه، عملية من شأنها تفادي خطر الفيضانات. هذاك التراكم تاع النفايات، نفايات كلاسوا منزليه او صلبه او ردوم اللي يجيبوهم الناس، يطلع المستوى تاع المياه ويخرج من واد وراح يسبب في الفيضانات. جزنا تنظيف ونقل النفايات على 48 واد، ما يعادل 26 كيلومتر تاع ضفاف الواد، وإزالة 90 متر مكعب من النفايات. إلى جانب ترسب الأتربة وتراكم النفايات، تشكل بعض السلوكيات السلبية مثل البناء على ضفاف ومسار الأودية وكذا حجب وإعاقة مجرى المياه خطراً كبيراً في حال ارتفاع منسوب الأمطار. نهار تصب الشتاء نشدوا كشنا هاي دينوي الفوازين تاعنا قاع يخرجوا قرميو هاوليك انا جوست اكوتي الفوازين دائما ديزيون علاه حنا اللي نيطوي لي ترونسوندار لي مادري اللي عنده شونتي اللي عنده ديشارج منا يرميها. من جانبهم يسهر هنا عمال مؤسسة صيانة شبكات الطرق والتطهير لولاية الجزائر على تنظيف البلوعات وقنوات الصرف الصحي بشوارع العاصمة، عملية تشمل التخلص من الردوم والنفايات الصلبة التي تجاوز حجمها هذا العام 200,000 متر مكعب. من مهام الموكلة لشركة صروت رفع الردوم والنفايات الصلبة التي يرميها المواطن بشكل عشوائي والتي تشكل خطراً في عند نزول الأمطار. خلال هذه السنة قامت مؤسسة صروت بتنقية 264 ألف بلوعة و19 ألف فتوحات مشاعب. عمليات التنظيف التي تستمر طيلة السنة وتزداد كثافة مع فصل الصيف استعداداً لأمطار الخريف الغزيرة، تحولها أحياناً بعض سلوكيات المواطن إلى مهمة صعبة. أكو تشوفوا فينا أنا نقو هنايا، نقو في البلوعات، أكو أبري ساعة زيد سوايع ولا من الحشية غدا من داك تعاود ولي كيف كيف. باسكو أنا أنت سرقة التغطية تاع البلوعات. وفي عود زعما اماكن مخصصه في عود يرموا تما يجوا يرموا لنا هنايا اشاك فوا يجوا ينقيوهم لنا يتو كوم يجوا وقت يجوا يدوا سخوها يجوا وقت الشتاء تبروكا كاع. هي إذن تدابير من شأنها تفادي سيناريو الفيضانات، خطوة تتحقق بتضافر الجهود وتحلي المواطن بروح المسؤولية حتى يكون فصل الشتاء بردا وسلاما على شوارع العاصمة.